بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قال الله تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الله سبحانه لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا عدوه وعدوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة، لأن الله أوجب بغض الكافرين وبغض ما هم عليه، حتى لا يتأثر المسلم بدينهم أو يعصي الله بمحبتهم والله يبغضهم. لما قال هذا في أول السورة ذكر لهم ما كان عليه إبراهيم والذين معه من المؤمنين من البراءة من المشركين ومن دينهم ليتأسوا بهم. قد كانت لكم أسوة، يعني قدوة، أسوة حسنة، فالاقتداء إنما يكون بالشيء الحسن في الدين والدنيا، ولا يكون الاقتداء بالشيء السيء، وإنما يكون بالشيء الحسن. ولا يكون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا على شيء حسن. أسوة حسنة في إبراهيم خليل الله والذين معه من المؤمنين. إذ قالوا لقومهم، صارحوهم، قالوا صارحوهم بذلك لقومهم الكفار. وانظر إلى قوله: إلى قومهم، إذ قالوا لقومهم، فيبدأون بقومهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم، فكيف بغيرهم من الكفار والمشركين؟ فيتبرؤون من قومهم ومن أقاربهم إذا كانوا أعداء لله ولرسوله ولدين الإسلام. إنا براء منكم، البراءة معناها الانقطاع والبعد عن الكفار وما هم عليه في دينهم. براء منكم، ومما تعبدون من دون الله،
فلا يكفي أن يتبرأوا من الكفار دون أن يتبرأوا من دينهم، ولا العكس، أن يتبرأوا من دينهم دون أن يتبرأوا منهم. فالبراءة من الكافر ومن دينه، لأننا سمعنا من يقول الآن نحن نتبرأ من دين الكفار لكن لا نتبرأ من الكفار. هذا خلاف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها البراءة من الكفار ومن دينه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم أكدوا ذلك بقولهم كفرنا بكم، أي اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه، كفرنا بكم، مع براء، هذا من باب التأكيد. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يكفي مع عدم الكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله جل وعلا. فلا إله إلا الله مكونة من شيئين: من البراءة من الشرك وأهله، ومن التزام عبادة الله وحده لا شريك له. ثم أكدوا زيادة، قالوا: بدأ بيننا وبينكم العداوة. بدأ يعني ظهر، فلا بد من إظهار العداوة لهم، وألا نتملقهم أو نقول أنتم على دين وحنا على دين، الأديان تتعايش الأديان، هذا معناه اعتراف بدين الكفار وتمويع لدين الإسلام معها، وأن دين الإسلام ينسجم مع الكفر، وهذا شيء مستحيل، ضدان لا يجتمعان أبدا. نعم، نحن نتبرأ من دينهم لكن لا نجبرهم على الدخول في الإسلام إجبارا، إنما يدخلون فيه عن اقتناع. أما الإجبار لا إكراه في الدين، ما نجبره، ولا يمكن أن يجبر الإنسان على دين، ولو التزم به في الظاهر ما يلتزم به في الباطن إذا أجبر عليه، لكن إذا دخله عن اقتناع التزم به في الظاهر والباطن. ففرق بين أننا نجبرهم على ديننا أو أننا نعترف بدينهم ونعايشه مع ديننا ونقول كلها أديان، والإنسان حر، الإنسان حر في ديانته، بمعنى أنه يصوب ما هو عليه. أنا أقول لا، ما هو عليه خطأ وضلال وكفر ولا يتساوى مع الحق أبدا، فهم على باطل ونحن على حق، ولا يمكن أن يسوى هذا بهذا وأن يقال كلها أديان. والتقارب بين الأديان أمر مطلوب،
لا لا تقارب بين 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 حق وباطل، وبين هدى وضلال، وبين كفر وإيمان، لا تقارب بينهم. أما أننا نتعاهد معهم أو أننا نأخذ منهم الجزية ونتركهم على ما هم عليه، فهذا ليس هذا اعترافا بدينهم ولا إقرارا لهم عليه، وإنما هذا لأجل إذلالهم وإظهار الإسلام عليهم، وأنهم الإسلام يكون هو المهيمن والمسيطر عليهم. أما أن يسوى بين الأديان على حد سواء، يقال كلها أديان، فليس هناك دين إلا دين الإسلام، ما عداه فهو باطل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة التي شرعها على ألسن رسله، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهت ديانات الرسل التي قبله، وصار دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الباقي، فلم تبقى أديان مع دين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أديان صحيحة. أما أنها تبقى موجودة، نعم هي موجودة لكنها غير صحيحة، باطلة، واجب على المسلم أن يعتقد بطلانها، وأن الحق هو دين الإسلام وحده، ولا نجامل في هذا. واللي يسوي بين الأديان لا يرتد عن دين الإسلام، يسوي بين الحق والباطل والكفر والإيمان، ويقول التآخي بين أصحاب الديانات أنهم إخواننا، هذا كفر بالله عز وجل. الله أمرنا بالبراءة منهم ومن دينهم. أما كوننا نتعامل معهم أو نتعاهد معهم فهذا ما هو معناه اعتراف بدينهم ولا اعتراف بأن دينهم حق، وإنما هو إذلال لهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مع الصغار والذلة. أما أن تبقى أديانهم تتساوى مع الإسلام على حد سواء، ويقال كلها أديان حق وكلها صحيحة، والتآخي بين أصحاب الديانات، فهذا من الباطل، والدعوة إلى تمويع الإسلام مع غيره من الأديان، ولا يكون الإسلام ميزة أبدا. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة، لأنهم أعداء لله. الله جل وعلا يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والبغضة في القلب، عدم المحبة لهم، لأن الله يبغضهم ونحن نبغض من يبغضه الله. إن الله عدو للكافرين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذه آية عظيمة في الولاء والبراء. الذي يحاول دعاة الضلال الآن القضاء عليه، ويعتبرونه من الإرهاب، ويعتبرونه من التشدد، ويعتبرونه من حبس الحريات، ما أشبه ذلك من مقالاتهم الباطلة. الواجب على المسلم أن يعرف الحق وأن يأخذ به، ويترك ما يحاك حوله من الجهالات والضلالات.
وليس هذه العداوة وهذه البراءة مؤقتة، بل قالوا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه البراءة تدوم تبقى إلى أن يسلموا، إلى أن يسلموا، ما داموا لم يسلموا فالعداوة والبراءة باقية. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تؤمنوا بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، لأنه لا يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بغيره من الأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل. فهذه الآية من جملة الآيات القرآنية في الولاء والبراء، الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله. وكما أشرت أنه ليس معنى ذلك أننا نظلمهم أو نجور عليهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، فالعدل واجب مع المسلم والكافر ومع جميع الخلق، العدل واجب، فلا نظلم الكفار، ما نظلمهم نعتدي على حقوقهم، بل العدل واجب. وليس أيضا معنى ذلك أننا لا نتعامل معهم في المباحات من بيع وشراء وتبادل مصالح، وليس معنى ذلك أننا لا نتعاهد معهم إذا اقتضت المصلحة، ليس معنى ذلك أننا لا نؤمنهم ونجلبهم إلى بلادنا من أجل أعمال يقومون بها لمصلحة المسلمين، يعملونها لمصلحة المسلمين إذا كان المسلمون لا يحسنونها، فلا مانع أنه يستجلب من الخبراء، لا مانع أنه مثلا يفتح بيننا وبينهم السفارات، تفتح بيننا وبينهم السفارات، إنما الحربيون هم الذين لا نسمح أن يفتحوا سفارة عندنا، أما المعاهدون فنسمح أنه يفتح سفارة بيننا وبينهم في المراسلات في المصالح المشتركة. كل هذا ليس من الولاء والبراء، هذا من المصالح التي لا بد منها. هم معناه أن المسلمين يقاطعون الكفار نهائياً ولا يكون بينهم صلة أبداً، إنما هذا في أمور الدين، أما في أمور الدنيا لا نقاطعهم في أمور الدنيا إلا إذا كانوا حربيين، ليس بيننا وبينهم عهد ولا دبلوماسية ولا، فنحن نقاطعهم. أما إذا كانوا معاهدين أو ذميين أو مستأمنين فنحن نتبادل معهم المصالح التي فيها خير لنا ومنفعة للمسلمين، يجب أن يفهم هذا، لأن الناس في هذا على طرفي نقيض، من يتشدد في الولاء والبراء حتى يحرم التعامل مع الكفار ويعتبره من الموالاة، وهذا غلط، أو يتساهل في الولاء والبراء ويقول الناس سواء وإخوة في الإنسانية والحق الوسط، الحق هو الوسط الذي جاء به القرآن والسنة، هذا هو الحق في الولاء والبراء. ثم لما أمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثنى شيئا حصل من إبراهيم فلا نقتدي به فيه، وهو أنه
قال لأبيه لا أستغفرن لك، وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فهذا لم يقره، لم يقره الله عليه، ولا نقتدي به في ذلك. وهو عليه السلام تراجع عن هذا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تراجع هو عن هذا عليه السلام. فنحن لا نقول نستغفر للكافر والمشرك لأن إبراهيم استغفر لأبيه، هذا شيء منسوخ ومنهي عنه، واستثناه الله بقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فهذا لا يمكن أن يقال. وإبراهيم عليه السلام تراجع عنه. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وما أملك لك من الله من شيء، إذا كان إبراهيم الخليل لا يملك لأبيه من الله شيئا فكيف بغيره، كيف بغيره؟ وهذا يبطل التوسل، هذا يبطل التوسل البدعي الذي هو موضوع هذه الرسالة، توسل بالشخص أو بجاهه، توسل بجاهه أو بشخصه، أسألك بفلان أو بجاه فلان، أو أنه يعتمد على قرابته من الأنبياء أو من الصالحين وأنهم ينفعون بموجب القرابة، وهذا سيأتي أنه ما ينفع، مجرد القرابة لا تنفع حتى مع أقرب الناس إلى الله عز وجل. فهذا مما يتنبه له، وما أملك لك من الله من شيء. وسيأتي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقرب الناس إليه لا أملك لكم من الله شيئا. فلا يعتمد الإنسان على قرابته من النبي أو من الولي وأنه سيغفر له بموجب ذلك، ويترك العمل ويترك التوبة كما يظنه الجهال والمخرفون. وما أملك لك من الله شيئا، ثم توجه إلى الله بالدعاء، توجه عليه الصلاة والسلام إلى الله بالدعاء، ربنا عليك توكلنا، أي فوضنا أمورنا إليك لا إلى غيرك، وإليك أنبنا، رجعنا إليك، رجعنا إليك بالتوبة والاستغفار، طلب الحاجات، وإليك المصير أي المنتهى يوم القيامة والجزاء على الأعمال، فإلى الله المصير سبحانه وتعالى، ويجازي كل عامل بعمله. ثم قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى لا تجعلنا فتنة؟ أي لا تطمع بنا الكفار، لا تطمع بنا الكفار بحيث أنهم يفتتنون ويزيد شرهم على المسلمين. لا تجعلنا فتنة للذين، ويزيد كفرهم وطغيانهم. هذا دعاء بأن الله لا يمكن الكفار من المسلمين، لأنهم لو تمكنوا صار ذلك فتنة لهم وزيادة في الكفر والطغيان. ثم قال واغفر لنا، طلب من الله المغفرة، ودل على أن
العبد بحاجة إلى المغفرة ولو كان من أتقى الناس. هذا إبراهيم عليه السلام هو أتقى الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يزكي نفسه، بل طلب من الله المغفرة. فهذا فيه دليل على حاجة الإنسان إلى الاستغفار، وأن لا يعجب بعمله أو يظن أنه غني عن الاستغفار، أو يظن أنه ما فعل شيء يحتاج إلى استغفار وأنه كمل العبادة. الإنسان مقصر مهما كان. إنك أنت العزيز الحكيم، ختم الآية باسمين من أسماء الله: عزيز القوي، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، هو الحكيم. والحكيم هو الذي يتقن الأشياء، يتقن الأشياء. فالحكيم له معنيان، بمعنى حكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، والحكيم بمعنى الذي يتقن الأشياء ويحكمها، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا توسل بأسمائه سبحانه وتعالى، هذا دليل على جواز التوسل بأسماء الله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. ولماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم؟ لماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم؟ لأنه قال: لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن الله قادر على أن يسلط الكفار على المسلمين، وهذا يرجع إلى عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فلذلك ختم بهذا الاسم العظيم. نعم. فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، إلا في قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. لا، لأن أبا إبراهيم مشرك، والله لم يقبل فيه شفاعة إبراهيم خليل الله عز وجل، لم يقبلها في المشرك، أدل على أن المشرك لا تنفعه الشفاعة، لا تنفعه الشفاعة. نعم. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل من إبراهيم، أفضل من إبراهيم محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، هو كذلك لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا. إبراهيم لم يملك لأبيه، أقرب الناس إليه لم يملك له شيئا، ولما دعا له الله نهاه عن ذلك. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، سيأتي أيضا أنه قال لأقاربه وأقرب الناس إليه: لا أملك لكم من الله شيئا. فمجرد القرابة من الرسول بدون إيمان وبدون عمل صالح لا تنفع، لو كانت تنفع لنفعت أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنفعت أيضا أبا طالب الذي سبقت قصته وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يؤمن به ومات على الكفر لم يقبل الله فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يعتمدون على القرابة وأنهم من بيت الرسول ومن بيت، وأنهم مهما عملوا فإنهم لا يؤاخذون، وأن الله سيدخلهم الجنة، هذا من الغرور. القرابة من الرسول إذا حصل معها عمل صالح، نعم فيها خير، فيها خير، فيها فضل، لكن إذا كانت بدون عمل وبدون إيمان لا تنفع صاحبها. ما نفعت أبا طالب ولا نفعت أبا لهب، ما نفعت، بل لم تنفع أم الرسول صلى الله عليه وسلم،
كما يأتي في الحديث. ولم تنفع والد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبي وأبوك في النار، لم ينفعه ذلك. مجرد القرابة التي يطنطن بها من يدعون أنهم من بيت الرسول ويعتمدون عليها ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يتركون الشرك، هؤلاء مغرورون في هذا الشيء. الاعتماد على مجرد القرابة لا ينفع، قرابة مع العمل الصالح ينفع الله بها، أما من دون عمل فهذه لا تنفع صاحبها. نعم. وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه، فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يفعل شيء من أمور الدين إلا بدليل. هذا رسول الله لم يزر أمه حتى استأذن ربه، فلا يقدم الإنسان على عبادة إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا به بتشريعه ووحيه وإنزاله، فيرجع في العبادات إلى الكتاب والسنة. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، هذا فيه دليل على أن زيارة قبر الكافر جائزة إذا كانت لأجل الاعتبار والاتعاظ، أما إذا كانت لأجل الدعاء له فهذا لا تجوز، الكافر لا يدعى له ولا يستغفر له، ولو كان أقرب الناس، إذا مات على الكفر فلا يدعى له ولا يستغفر له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه التي هي أقرب الناس إليه، وعند ذلك بكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته وبره وإحسانه، لكن الله منعه من أن يستغفر لأمه. لماذا؟ لأنها مشركة، كما منع إبراهيم أن يستغفر لأبيه لأنه مشرك، المشرك لا يستغفر له وإن كان من أقرب الناس إلى المسلم، لأن القرابة كما ذكرنا مجرد القرابة لا ينفع مع عدم الإيمان وعدم العمل الصالح. بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. وأين يقع قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لكن يقال إنه بالأبواء بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، لأنها توفيت وهي راجعة من المدينة في زيارة لأخوالها من بني النجار، ماتت في الطريق ودفنت هناك. أما تحديد مكان قبرها فهذا لا يعرف، وليس لنا مصلحة في متابعته تحديده. والآن أهل الخرافة يحرصون على
مكان يظنون أنه محل قبر أم الرسول، ويحاولون أنهم يزورونه ويتبركون به وينثرون عليه الأطياب غير ذلك، ويحاولون أن يبنوا عليه ويعبدون له الطريق. ولكن الحمد لله ولاة الأمور وفقهم الله قاموا في وجوههم ومنعوهم من ذلك إلا من باب المسارقة والخفية، إلا من باب المسارقة والخفية. ولكن الله جل وعلا سيحمي دينه ويحمي عبادته وتوحيده من عبث هؤلاء. فأم الرسول ماتت كافرة، هذا فيه دليل على أن والدي الرسول ماتا كافرين، ولا غرابة في ذلك، فوالد إبراهيم مات كافرا، وابن نوح عليه السلام مات كافرا، لا غرابة في ذلك أن يكون والد الرسول كافر أو يكون ابنه كافر، لا غرابة في ذلك. الذين يقولون إن والدي الرسول أسلم، كيف أسلم وهما بعث إلا بعد موتهما بمدة عليه الصلاة والسلام؟ فأبوه مات وهو حمل في بطن أمه، وأمه ماتت بعدما ولدته، ولم يبعث إلا على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام، كيف يقال إن والديه أسلم؟ يقولون إنهم بعث له، أحد يبعث قبل يوم القيامة؟ ما في بعث، ولا أحد يرجع إلى الدنيا أبداً. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ما يمكن، ما يمكن أن يرجع أحد، لا والد الرسول ولا غيره، إلى أن يبعث يوم القيامة. هذا من الخرافات والكذب التي ما أنزل الله بها من سلطان. ودل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه شيئاً إذا لم يكن ذلك بسبب إيمانه وتوحيده، ولا يعتمد على مجرد القرابة. وبالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر الزيارة لقبر أمه حتى يتعلق هؤلاء بالزيارة الآن، الرسول لم يكرر، ولا ثبت عنه أنه زارها غير هالمرة هذه، ولا ثبت عن أصحابه أنهم كانوا يزورونها، فلا دليل على زيارتها والتردد عليها. وإنما هؤلاء يتعلقون بالأوهام والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. زيارة القبور كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها في الأول، لما كان الناس حديث عهد بالشرك، فكان ينهى عنها سدا للذريعة، لأنهم كانوا في الجاهلية يعبدون الأموات والأولياء والصالحين. الرسول نهى عن زيارة القبور في أول الأمر سدا للذريعة، فلما استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا التوحيد والشرك أذن لهم بزيارة القبور، الزيارة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا نسخ للنهي، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالمقصود من زيارة القبور الزيارة الشرعية شيئان: الشيء الأول تذكر الآخرة، إذا رأيت الأموات تحت التراب وأنهم كانوا في الأمس يمشون على وجه الأرض ويأكلون ويشربون ويصولون ويجولون، والآن
صاروا تحت التراب تذكر أنك في أقرب وقت ستكون معهم تحت التراب، تذكر الموت، تذكر الآخرة، هذا يلين القلب وفيه موعظة للمسلم. هذا شيء. الشيء الثاني الدعاء للميت، هذا ينفع الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور يدعو لأصحابها أو مر بها يدعو لأصحابها: السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الزيارة الشرعية يكون المقصود منها شيئان: الشيء الأول الاعتبار، تذكر بالآخرة. الشيء الثاني نفع الميت بالدعاء له والاستغفار له. أما إذا كان القصد من الزيارة دعاء الميت وطلب الحوائج منه، هذه زيارة شركية، بدعية شركية. فالمقصود من الزيارة دعاء، الدعاء للميت، لا دعاؤه، وإنما الدعاء له، أنه بحاجة إلى الدعاء. ولا يدعى، لأن الدعاء لا يكون إلا لله، ولأنه ميت لا يملك شيئا ولا تطلب منه حاجة لأنه ميت. فهذا هو الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية الشركية. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يستثنى من قوله وزوروها النساء، النساء لا تزور القبور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، وأن التي تزور القبور ملعونة بنص الحديث. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وإنما هذا خاص بالرجال. وأما كون عائشة زارت قبر أخاها، وأن أم عطية تقول نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، فهذا اجتهاد من صحابيات، اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص لا يعمل به. الرسول يلعن زوارات القبور، فلا نخالف هذا ونقول عائشة فعلت أو أم عطية قالت رضي الله تعالى عنهما، لأن هذا اجتهاد، المجتهد يخطي ويصيب. فإذا خالف الاجتهاد الدليل فإنه لا يعمل به. نعم. وثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ وأبوه كان مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النار، إن المشرك في النار. وما كان لهذا الرجل، ما كان ينبغي له أن سأل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ما كان ينبغي له أن سأل. فلما سأل أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حق السائل أن يجاب، لا سيما في مسائل العلم. قال: في النار، معناه لا يجوز لك تستغفر له ولا أن تدعو له لأنه كافر، ويجب عليك أن تتبرأ منه. فلما ولى أدركت النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بهذا السائل، وأنه حصل له استياء حين عرف أن أباه في النار، فأراد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه أن يجبر خاطر هذا الرجل فدعاه.
قال إن أبي يعني أبا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب إن أبي وأباك في النار. لماذا كان أبو الرسول في النار؟ لأنه مشرك، لأنه مات على الشرك، فهذا مما طيب به خاطر هذا الرجل. إذا كان والد الرسول في النار فكيف بغيره؟ فمن مات على الشرك فهو في النار ولو كان والدا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا مع قوله استأذنت أن أستغفر لأمي ولم يأذن لي يدل على أن أبوي الرسول ماتا كافرين، وأن من قال إنهما أسلما فهذا قول باطل لا دليل عليه. نعم. وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. نعم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالرسالة صار يدعو الناس سرا ويسلم الرجل والرجلان، وكانوا مختفين من أذى قريش، ثم أمره الله بأن يصدع بالدعوة في السنة الرابعة من الهجرة، أمره الله وأنزل عليه هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. فعند ذلك جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت الدعوة سرية، وأسلم عمه حمزة وكان من أقوى الرجال، وأسلم رجل قوي آخر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصار الرجلان ردءاً للمسلمين مصداقاً لقوله إنا كفيناك المستهزئين. فالله جعل له من عمه ومن عمر بن أبي طالب قوة حماه بها من أذاهم وصدع بالدعوة، ثم أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. لما أمره بأن يصدع في الدعوة على العموم خص أقاربه عشيرته، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فأولا أنذر الناس كلهم ثم أنذر أقاربه. هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله يبدأ بأقاربه أولا وأهل بيته، ما يروح للناس وأهل بيته على خطأهم وجيرانه على أو بلده، حتى بلده يبدأ ببلده ويدعو إلى الله في بلده، فإذا أصلح بلده يذهب إلى البلاد الأخرى. هذا منهج الدعوة، هذا هو منهج الدعوة إلى الله عز وجل. فلما أنزل الله عليه هذه الآية صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى بأعلى صوته، فاجتمع الناس إليه، اجتمع إليها أهل مكة وأعمامه ومن حوله اجتمعوا، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أخذ يخصص إلى أن وصل إلى بنته وإلى عمته وعمه، يا عباس عم رسول الله، يا صفية
عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من النار. فهذا مع ما سبق من قصة إبراهيم دليل على أن مجرد القرابة لا تنفع صاحبها حتى يؤمن بالله عز وجل. فهذا الرسول لا يملك شيئا، هذا فيه رد على الذين يتعلقون على الرسول ويظنون أنه يعطيهم ما يريدون ويغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم وأنه وأنه، ويغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويظنون أن الرسول هو الذي ينقذهم، كما يقول قائلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، يعني ما أحد يلوذ به، الله ما له وجود، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، يعني يوم القيامة ما له ملاذ إلا الرسول، ولا الله ليس له وجود عند هذا القائل، تعالى الله عن ذلك. ما لمن ألوذ به، العياذ واللياذ لله عز وجل عبادة. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي، يعني إذا قامت القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم. هذا فيه أن الرسول يأخذ بيده وينقذه من النار، الرسول لا ينقذ أحدا من النار. قال الله تعالى أفأنت تنقذ من في النار، الرسول لا يملك هذا. وإلا قل يا زلة القدم، ثم زاد في الغلو وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جود الرسول وليست من الله جل وعلا، هذا أبشع الغلو والعياذ بالله. ومن علومك علم اللوح والقلم، ما كتب في اللوح المحفوظ وخطه القلم الذي قال له الله اكتب، فهو من علم الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ما له وجود في شعر هذا الطاغية، نسأل الله العافية. فهذا من الغلو، هذا من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يقول لا أملك لكم من الله شيئا، وهذا الشاعر يطلب من الرسول كل هذه الأمور، فهذا من المعاندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق به كثير من القبوريين اليوم والمبتدعة والخرافيين، ويقولون هذا من محبة الرسول، وكذبوا في هذا. فإن محبة الرسول تقتضي اتباعه، تقتضي اتباعه وطاعته. الرسول نهى عن هذه الأمور، فالذي يحبه يتجنب هذه الأمور، لأن الرسول لا يرضى بهذه الأمور. يرضى أن تقول له ما لمن ألوذ به سواك، يرضى أن تقول إن الدنيا والآخرة كلها ملكك، يرضى أن تقول إنك تعلم كل شيء حتى ما في اللوح المحفوظ. هل يرضى الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام؟ حاشا وكلا. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. قال له اليهودي قال اليهودي لبعض الصحابة في الرؤيا إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا حماية للتوحيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يرضى أن يقال له هذه الأبيات؟ نعم، أو مثلها، أو ما هو أشد منها؟ نعم. فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، غير أن لكم رحما، قرابة يعني، سأبلها ببلالها يعني صلة القرابة، أدل على أن القريب يوصل ولو كان كافرا. ولذلك أمر الله ببر الوالدين الكافرين،
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صلة الرحم ولو كان كافرا يوصل، هذا حق، وليس هذا من الموالاة، وإن هذا من الحقوق التي بين الناس وليس من الموالاة. فأنت تواصله لكنك لا تحبه، لكن تواصله بموجب الرحم. لكم رحما، هذا يقوله للكفار قريش، لكم رحما يعني قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، سأبلها ببلالها يعني بالصلة. شبه الرحم بالنار الحارة، وشبه الصلة بالذي يطفئ النار وهو الماء، دل على أن صلة الرحم واجبة حتى ولو كان كافرا. وليس هذا من الموالاة، هذا من المسائل التي تستثنى ولا تدخل في الموالاة. نعم. وفي رواية عنه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. أولا دعا قريشا القبيلة كلها، ثم دعا بني عبد المطلب ثم دعا بني هاشم الذين هم أقرب إليه، ثم دعا من هو أقرب، عمه وعمته وبنته عليه الصلاة والسلام، خاطبهم بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا. فكيف بالذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويظنون أنه يغفر السيئات ويقضي الحاجات وهو ميت، وأنه يستغاث به، وأنه يقدر على أن يجيب من دعاه، إلى غير ذلك مما أضلهم الشياطين والإنس والجن به. التعلق على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لا بطلب الحوائج منه بعد موته. لما أجدبوا في عهد عمر وأرادوا أن يستسقوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستسقاء عند الجدب، أرادوا أن يستسقوا، ما راحوا للرسول وطلبوا منه أنه يدعو لهم بالسقيا كما كانوا يطلبون منه وهو حي عليه الصلاة والسلام، وإنما عمر رضي الله عنه طلب من العباس. لماذا؟ لأنه حي، طلب الدعاء من الفاضل لأنه حي، وترك المفضول وهو الرسول، طلب الدعاء من المفضول وهو العباس، وترك الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول ميت ولا يقدر على الدعاء ولا يطلب من الميت شيء، وذهب إلى المفضول وهو العباس لأنه يقدر على الدعاء. هذا واضح، هذا واضح من السنة ومن هدي الخلفاء الراشدين، أن الرسول لا يطلب منه شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولا يتعلق عليه بشيء من الأمور، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لما دعا صلى الله عليه وسلم على قوم من المشركين هذا والمسلمين وقنت يدعو عليهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يملك أنه يعطي من دعاه وهو ميت، أو استغاث به وهو ميت، حتى في حال حياته كره كلمة نستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما كان هناك منافق يؤذي المسلمين قالوا قوموا بنا إلى نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث
بالله عز وجل، مع أنه قادر على أن يغيثهم، ولكن كره هذا اللفظ وأراد أن يسد هذه الوسيلة، أنه لا يستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الاستغاثة من أنواع العبادة، ولكن الحي يستغاث به فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فلا يستغاث بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم، يعني سألوني مما أملك وهو مالي، أما ما لا يملكه من المغفرة والرزق وشفاء المرضى وغير هذا بيد الله جل وعلا، لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. يكفي نقف عند هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز التعزية بالكفار عند موتهم؟ وهل يقال إذا كان قريبهم مسلما يقول المعزي إنا لله وإنا إليه راجعون؟ الكافر لا يعزى بكافر ولو كان قريبا له، وأما إذا كان قريبه مسلما فإنه يعزى به، يعزى بقريبه المسلم ويدعى للمسلم ويقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن موت المسلم مصيبة ولو كان أبوه أو قريبه كافرا، فموت المسلم مصيبة على المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجب رد السلام على الكافر كما هو واجب رده على المسلم؟ هذا ظاهر الحديث. نعم. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا عموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى السلام، فإن سلموا عليكم فقولوا عليكم، فيرد عليهم إذا سلموا، والظاهر الوجوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: اضطرار الكفار إلى أضيق الطريق، هل يشمل ذلك عند قيادة السيارة فلا يسمح لهم بأن يتقدم عليه؟ لا، ليس معنى هذا أنك تضر الكافر، تحده على الهلاك أو على الخطر، ليس المعنى هذا، معنى هذا أنه لا يكرم الكافر، لا يكرم ويقدم على المسلمين في الطريق أو يفسح له الطريق ويمنعون المسلمين لما يمر أو يقدم في المجلس، أما أنه يضايق ويضار هذا أمر لا يجوز، خصوصاً إذا كان في بلاد المسلمين مستأمناً أو معاهداً، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فلا يضايق ويضر أبداً، لكن معناه أنه لا يكرم، يفسح له الطريق ويفسح ويصدر في المجلس، هذا المعنى، المعنى منع إكرامه، لا الإضرار به. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل أخذ الجزية من الكفار حكم خاص باليهود والنصارى؟ خلاف بين العلماء في الآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فلو نظرنا إلى ظاهر الآية خص ذلك بأهل الكتاب، لكن جاءت السنة بأخذها من غير أهل الكتاب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس حجر، وأخذها من المشركين، فالصحيح جواز أخذها من كل كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نفرق بين من هو من أهل الفترة الذين يمتحنون وبين أهل الشرك مثل والدي الرسول صلى الله عليه وسلم اللذين ماتا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يقال إن الحجة لم تقم عليهما وإنهما من أهل الفترة، فكيف الجواب؟ نحن نمشي على الظاهر، هما ماتا مشركين، ما نحكم عليهم في الآخرة وإنما نحكم عليهم في الدنيا، فلا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض الخطباء في تفسير قول الله سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال إن المقصود بذلك ما يكون من تصرفات بعض المسلمين من الشدة وعدم الالتزام بالدين وما شابه ذلك، فهل هذا صحيح وأن الإنسان قد يكون سبباً في ضلال الناس وفتنتهم؟ لا أدري عن هذا، ما أدري. اللي يغلب على ظني أن المراد أن الله لا يسلط الكفار على المسلمين حتى يفتتن الكفار ويزيد شرهم وكفرهم فيكونون فتنة، يفتن الله الكفار بزيادة الكفر والتسلط على المسلمين، هذا الذي يظهر لي، الله أعلم. نعم. ولعله يوضح هذه الآية، الآية الأخرى من سورة يونس، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. دعوات التي دعا بها موسى وقومه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حضور جنازة الكافر لأجل المصلحة؟ فمثلاً إنسان إذا ما حضر جنازة أقاربه من الكفار فإنه سيغضب عليه أقاربه، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز هذا، ما يجوز للمسلم أن يشيع الكافر أو يحضر جنازته، لأن هذا من الموالاة، هذا من الموالاة، إلا في حالة ما إذا لم يكن للكافر من يدفنه فإنه يدفن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن أبي طالب، أمر علياً أن يدفن أبا طالب أن يواريه، فإذا كان الكافر ليس له أحد يدفنه فإن المسلم يدفنه ويواريه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسمية الدول الكافرة بالدول الصديقة أو تسمية الكافر بأنه صديق لي، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الصداقة معناها المحبة، فلا يكون صديق إلا من تحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال للرئيس الكافر؟ أما لو قيل الدول الحليفة أو الدول المعاهدة، دول الحليفة أو الدول المعاهدة لا بأس، أما الصديق لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال للرئيس الكافر مثلاً فخامة السيد الرئيس فلان، أم نقيد هذه الفخامة والسيادة بقومه فنقول سيد الأمر كان مثلاً، كما كان يقال عظيم الروم أو إمبراطور الروم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا فعلتم ذلك أغضبت، فإنه إن كان سيداً فقد أغضبتم ربكم، فلا يجوز أن يقال للكافر يا سيد، لأن هذا خطاب تعظيم. وأما أنه يقال سيد الأمريكان وسيد كذا، ما أدري عن هذا، ما عندي من خبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكايته عن النبي الذي ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ نعم، الرسول ما قال هذا يستغفر للمشركين، وإنما يحكي قصة نبي من الأنبياء السابقين، وليس كل ما كان في الشرائع السابقة يكون من شرعنا،
فنحن نهينا عن الاستغفار للمشركين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجد في هذا الأسبوع جريدة من أذربيجان صورت عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام بصور شنيعة، وهذا ردًا بزعمهم على ما فعلته الجرائد الدنماركية بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل من فعل هذا بعيسى وأمه يكفر ويرتد عن دين الإسلام علمًا بأنهم ينتسبون إلى الإسلام هؤلاء الذين فعلوا ذلك؟ لا شك أن الجهل يفعل بأصحابه أشد من هذا، هذا من الجهل والعياذ بالله. وما ذنب المسيح عليه الصلاة والسلام؟ وما ذنب أمه رضي الله عنها؟ فنحن نؤمن بجميع الرسل ونحترم جميع الرسل وجميع المؤمنين من جميع الأمم، إخواننا المؤمنين نترحم عليهم ونستغفر لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نوالي المؤمنين من أي جيل ومن أي قرن، من آدم إلى أن تقوم الساعة، إخواننا، ونترحم عليهم ولا نتنقصهم. وأما تنقص الأنبياء فهو كفر، الذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر، ولا يجوز أن يقابل الكفر بالكفر والعياذ بالله، هذا أمر لا يجوز. لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري، لعلهم جهال أو متأولون أو ما أشبه ذلك، يعني عندهم جهل، والجهل يعذر به، ما ندري عن الحكم عليهم، أتوقف. لكن هذا الفعل لا يجوز، شنيع، وهذا تفريق بين الأنبياء. والله جل وعلا يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد منهم. نعم. فنحن نحترم المسيح ونحترم جميع الأنبياء، ونعتقد أن من تنقص واحدا منهم فهو كافر، وقد يمتنع الحكم على الشخص بالكفر لسبب الجهل أو لسبب ما ندري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الرأي في العبارات التالية: كلنا لمحمد، أو كلنا فداء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا إيش؟ كلنا لمحمد، أو كلنا فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام، وما حكم تعليق هذه العبارات على السيارات مثلا؟ كلنا لمحمد أو فداء، المعنى واحد، يظهر لي لا بأس بذلك، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما رد على شاعر المشركين الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فإن عرضي وعرض أبي وأمي، فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم وقاء. ففداه رضي الله عنه بعرضه وعرض أمه وأبيه، ففداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس أو بالعرض أو بالمال هذا أمر واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زارت المرأة قبره عليه الصلاة والسلام فهل تأثم بذلك؟ نعم، لا تجوز للمرأة زيارة القبور، لا قبر النبي ولا غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فيدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم، قبر صاحبيه، فمن فعلته فهي آثمة ومستحقة للإثم، عليها التوبة، إلا أن تكون جاهلة فتعلم ويبين لها ذلك. والواجب منع النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرجال. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ولم يقل زائرات القبور، فهذه صيغة مبالغة، فيكون المنهي عنه الإكثار من زيارة النساء للمقابر؟ يا أخي، وردت رواية ثانية: لعن الله زائرات القبور، وهي تفسر زوارات، إن المراد منع الزيارة مطلقة، منع الزيارة مطلقة، سواء تكررت أو لم تتكرر،
هذه شبهة قال بها من أجاز زيارة المرأة، لكن هذا مردود بدليل الرواية الثانية: لعن الله زائرات القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا لم يستطع الإنسان أن يصلح في بلده فهل له أن يخرج ويصدع بالدعوة إلى البلاد الأخرى، وخصوصا أنه تعرض للأذى الكثير في دعوته في بلاده وخاف على نفسه من ذلك؟ إذا خاف على نفسه من ذلك يهاجر ويدعو في بلاد أخرى وينشر الإسلام في بلد أخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل إبراهيم عليه السلام، إنه هاجر من أرض بابل إلى أرض الشام، وضع بعض ذريته في الشام في فلسطين، ووضع البعض الآخر في مكة عليه الصلاة والسلام. فالهجرة من دين الأنبياء، فإذا تعذر إقامة الدين في بلد فإنه يذهب إلى بلد آخر ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لكن هؤلاء يتركون بلدهم وفيه مسلمون وفيه ناس جهال وفيه ولا يبينون لهم ولا يعلمونهم ولا يدرسونهم، ويروحون يتجولون في العالم يقولون هذا من الجهاد، هذا سفر الجهاد، هذا ما له أصل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة كانت حاملا في الشهر الثالث ومات الجنين في بطنها، فهل الدم الذي ينزل معها بعد نزول الجنين دم نفاس أم ما هو؟ الشهر الثالث يعني مكملة من الثالث، الشهر الثالث. المهم إذا تملوا 80 يوم ودخلت في الشهر في الأسبوع أو في دخلت في 40 الثالثة، يعني 81 يوم، فما يأتيها من الدم بعد ذلك فهو نفاس. أما إذا نقص عن 81 فإنه لا يزال في دور العلقة فلا يكون نفاسا وإنما يكون نزيفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل فقد في حال، يعني في دور المضغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل فقد في حادث غرق السفينة ولم يعلم مصيره، ومر على الحادث الآن 16 يوما وهم بانتظار تحليل الحمض النووي، فهل تعتد زوجاته عليه أم ماذا يفعلنا وفقكم الله؟ إذا ثبت موته في يوم معين فإن زوجته تبدأ العدة من موته ولو لم تعلم إلا بعد مدة، لو ما درت إلا بعد ما أكملت 14 أيام تكون خرجت من العدة، وإذا كانت في خلال 4 أشهر تكمل البقية وتنتهي. هذا الأمر فيه سهل، هي الآن تتجنب المحظورات التي تتجنبها المحدة تتجنبها، وإذا تبين موته تبدأ العدة من موته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا ذهب الإنسان إلى صاحب القبر وطلب منه أن يدعو الله له، هل يعتبر ذلك شركاً؟ لأن بعض الناس قد حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك الفعل بدعة. هذا هو الشرك، طلب الحوائج من الأموات شرك، لا الدعاء ولا غيره. الذي يستثني الدعاء ويقول ليس بشرك عليه الدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل يرقي الناس ويدعي معالجة بعض الأمراض، وذلك بقراءة. نعم. رجل يرقي الناس ويدعي معالجة بعض الأمراض، وذلك بقراءة المعوذات والأدعية، كل ذلك بكلام مفهوم ليس فيه شك، إلا أنه يستخدم الشوك أثناء رقيته بحيث كلما قرأ قطع بعضه ويكون تحت قدم المريض، وذلك لمعالجة مثلا داء عرق النساء، وهذا الرجل لا يستغني عن هذا الشوك بحال، فما حكم هذه الرقية؟
عرق النساء مرض معروف وعلاجه عند الأطباء، أو بعلاجه بالرقية، علاجه بالفصد أو عند الأطباء، ما يروح للمشعوذين ويقول هذه رقية، هذا معروف علاجه وهو مرض معروف عند الأطباء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: حدثت لي مشكلة كبيرة في البيت، ونذرت فقلت لو حل الله مشكلتي فسأقوم الليل إلى أن يتوفاني الله، وبعد فترة لم أوفي بنذري، فهل علي شيء في هذا؟ هي نعم، هذا نذر واجب، لأنها نذرت طاعة، وليس معنى تقوم الليل كل الليل، بل تقوم من الليل ما تستطيع وتنام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، فتقوم من الليل ولا تقوم الليل كله، وهذا يلزمها في كل حياتها، حتى ولو كانت عاجزة تصلي وهي جالسة، الصلاة أمرها سهل، تصلي وهي جالسة. نعم. إذا كانت لا تستطيع الركوع والسجود تومي، إذا جاز هذا في الفريضة ففي النافلة أو في النذر من باب أولى، فهي لا تدع قيام الليل، وليس معناها أن تقوم الليل كله، فإنما تقوم منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أقرأ في ماء الرقية، أنا أقرأ في ماء الرقية الشرعية وأشرب منه وأغتسل منه أيضا، فهل في الاغتسال شيء؟ ليس فيه شيء، لا بأس أنك تغتسل بالماء الذي فيه رقية. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.